والله بطولة المصارف بطولة جميلة صراحة، يعني نتمنى أن تكون لها اهتمام أكثر، وفي عندنا نوعية من اللاعبين ما شاء الله ممتازة، والاهتمام طيب صراحة من نادي المصارف. والله فريق بيتك صراحة فريق بطل يعني من زمان، وفي أغلب اللاعبين اللي لعبوا الموسم اللي طاف كانوا هم أبطال الدوري، فأخذنا من اللاعبين اللي لعبوا السنة اللي طافت وضفنا أكثر من لاعب ما شاء الله، اللي ضفناهم هم أضافوا للفريق، ونيتنا إن شاء الله ناخذ الدوري والكأس بإذن الله. أجواء المباريات حلوة، يعني أضافت ألفة بين الموظفين وبين اللاعبين، خلتنا نتعرف على ناس من الإدارات الثانية والبنوك الثانية، وصراحة مباراة جميلة والأجواء أحلى بعد أشوفها. طبعا اليوم موجودين نلعب مباراة النهائي إن شاء الله مع بنك الأهلي الكويتي. نشكر اتحاد المصارف على دعمه لنا، واليوم احنا جاهزين إن شاء الله. هذه بطولتنا، احنا أخذنا الدوري وهذه نهائي الكأس الحين. الحمد لله قدرنا ننهي الموسم من غير ولا خساره. هذه الجهود جت من بعد فضل الله طبعا للمجهز الفني والاداري اللي كانوا معانا طيله الموسم. كانت تقريبا مده 4 5 شهور معانا، والشباب ما قصروا، تمارين مع مباريات مع جديه والتزام، وهذه ثمرتها، وان شاء الله نتوج بيت تمويد باللغم ان شاء الله. والله الحمد لله، يعني نشكرهم صراحه على المسابقات والاكتيفيتي اللي قاعد يسوونه، الصراحه استفدنا منه وتغيير، والحمد لله وقدرنا نوصل النهائي وان شاء الله ناخذ البطوله.